الاخبار يا شباب معاكم اهلا بيك يا شباب في فيديو جديد. الفكره فيه اوريجينال خالص ومش متاخده من اي حد خالص ومفيش اي 500,000 واحد في اليوتيوب عملها فاهم قبل يعني خالص، انا الاول واحد. النهارده عندنا فيديو وهو يعتبر كيو ان اي، تمام؟ يعني انت تسالني سؤال وانا اجاوب، بس اجابه هتبقى محدده، الاجابه هتبقى بنعم او لا فقط لا غير، ولو في اكسبلانيشن قصدي يعني ان انا اشرح حاجه عشان الموضوع يتفهم اكتر فهشرح، بس هيبقى ايه سريعا سريعا كده اهو، تمام؟ عشان نقدر ناخد اكتر عدد من الاسئله اللي انتوا سالتوها. يعني الحمد لله الفيديو اللي فات تقريبا في حوالي 1000 كومنت تقريبا، منهم 900 اسئله و100 بيقول لي دي خش شوف قناتي حاجه كده ماشي. المفروض في الفيديوهات دي المحترمه، في دبانه صعدت ولا ايه ده اتهونت ماشي معايا. المفروض في الفيديوهات المحترمه بيبقوا مجهزين كده ورقه او حاجه مطبوع عليها نعم او لا، تمام؟ يعني كلمه عشان تقول ما تقول يطلع لك كلمه نعم كلمه لا وهكذا، فاهم؟ او مضارب بيجي مثلا مضرب نعم مضرب زي في البرامج حاجه زي كده. انا ما لقيتش الصراحه وما كسلت انزل. بصوا انا يعني ايه قالك الجيش قالك يتصرف فانا جبت بصوا انا جبت بلاطه. احنا هنكتب على البلاطه دي تمام، يعني ايه ما الجيش قالك يتصرف بقى معلش. البلاطه دي هتبقى مكتوب عليها نعم او لا مش عارف ايه بقى ايه بس تمام. ومعلش بقى عشان ايه وجبت بلاطه صغيره كمان لقيتها في مرميه فاهم على الارض، هتبقى مكتوب عليها لا او نعم حاجه زي كده. هنكتب عليها في قلم الفلوماستر تمام بروفيشنال والله معلش بس استحملوا الايام دي لحد ما نجيب بورده بتاع بيلزق اصلا يا نهار. قبل ما نبدا بس بصوا اهم ايه ظارف البتاعه دي كده كلمه نعم كبيره وهنا لا برده فاهم عشان ننجز بس الموضوع تمام. قلت بس اشرح لكم قبل ما اكتب. فيلا فاست فورورد سرع الفيديو لحد ما اخلص. يلا اوكي يا شباب تم الانتهاء. دي عندنا هي اللا بتاعتنا تمام باينه عندنا باينه والله العظيم يخرب بيت خطي زي الزفت. وعندنا نعم يا رب يا رب يا رب نعم. هي الميم معقده شويه بس تنفع معلش معلش بقى يعني ايه اتمنى بقى اتمنى معظم الاسئله تبقى اجابتها لا علشان دي تقيله قوي الصراحه معلش. قبل ما نبدا بس يا ريت تعمل لايك تمام واشتراك وتشغل الجرس ويلا بينا نبدا باول سؤال. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال معانا من مينا كيرو كينج ارتن. ايه ده في ايه ده كينج كونج ده ما علينا. يعني بيقول لي سؤال، هل عمرك سرقت فيديو من اليوتيوب وعملته على قناتك؟ ايه ده هو انا مش جاوبت في الانترو تقريبا. بص هو ده صعب الصراحه اجابته. احنا نحط لك هنا اهو نعم وفي نفس الوقت لا تمام يعني نعم ولا اختار لك حاجه بقى عشان انا يعني ايه ده وجعتني تمام. بس وشرحا بسيطا للموضوع يعني يا مينا بص يعني هي ممكن اخد فكره من حد تاني واعملها انا بطريقتي تمام بحيث ان انا احورها وتبقى كانها فكره جديده تماما وهكذا. وده المفروض كله اصلا بيعمله. يعني انت لما بتعمل مثلا لعبه بطريقه ما او تحدي الضحك او الحاجات دي كلها ما في ناس كتير قبلك عملتها بس انت بتعملها بطريقتك انت وباسلوبك انت فاهم. فيعتبرش سرقه بقى اللي انت بتاخد ايه كلامه افهاته نفس حركاته نفس فكرته على الشاشه مثلا جرافيك فاهم ده كده سرقه علني فاهم لو انت كوبي بيست حرفيا. فبس كده قفشتوني من اول سؤال. اللي بعد السؤال الثاني بيقول من الشلودي مش عارف ايه الاسم دوت حاسس ان شتيمي والله العظيم. هل انت مخطوب وهل بتفكر بالجواز؟ ايه ده يا جماعه ايه ده انتوا ايه انتوا عينكم عليا ولا ايه ده سند ده ولد صح ده ولد باشا. بص بقى السؤال دوت بقى هيحدد مصير فتيات كتيره قوي كان هينتحروا بقى ترى. لا انا مش خاطب ولا متجوز ولا بفكر في الجواز حاليا يعني فاهم يعني ايه 3 4 سنين كمان كده اهو وبعد كده بقى ايه نبدا بقى حياه العائليه بقى. يلا قدامك 4 3 سنين يا بنات عشان تتخرجوا بقى وكده. اللي بعد احمد يحيى بيقول هل عمرك صورت فيديو كامل وبعدين اكتشفت ان الكاميرا مش شغاله؟ وده برضك بياخدنا لسؤال تاني من ابراهيم حبش بيقول عمرك سجلت فيديو طويل والمايك كان مقفول؟ استنى اول حاجه بس نتاكد بس ان استنى الفيديو ده بيتاك سجله. والله العظيم خوفتوني ماشي. الاجابه هي والله العظيم الاجابه بتطلع اصلا قبل ما تعرفوها بتاع كبيره اي نعم. يعني حرفيا عايز اقول لك ان في مره سريعا كده اهو سجلت فيديو الجي تي اي ساعتين تمام كان حياه واقعيه زمان 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 قبل ما ابدا في المودات اصلا. والحمد لله الحمد لله يعني بعد ما خلصت وكل حاجه خلصت وقفلت اللعبه شفت اصلا ان انا ما دوتش على زرار التسجيل. حسبي الله ونعم الوكيل. بتفكروني ليه بالحاجات دي؟ اللي بعده عمر تي في بيقول هل انت عمرك عكست بنت قبل كده؟ ما تعرفونيش لحد دلوقتي ما تعرفونيش. الاجابه هي يا عم عمر لا
ليه 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 ولان انت تعمل كده اصلا وفاهم ان عيب الصراحه عيب يعني فاهم يعني لو عندك اخوات عيب انت تعمل حاجه زي كده انت هترد في اخواتك الكلام ده فاهم عيب ها عيب 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 ها عيب ولا بفكر ولا عمري هعمل كده في حياتي الصراحه ولا حتى اصلا عمري فكرت ان انا اعمل كده في حياتي يعني انت متخيلين يعني انا كنت مهذب جدا الصراحه صغير كنت لعب شويه المهم اللي بعده نور عباس تقول او بيقول على حسب هل اتضربت مره في المدرسه ليه بتجيبولي ليه بتجيبولي الذكريات الزباله دي يا حول الله يا رب يا رب يعني بص حتى اجابتها صعبه والله اها ايوه انا اتضربت صراحه في المدرسه كتير جدا كتير جدا بس والله العظيم كان ظلم والله العظيم عرفت هقول لكم على حاجه انا كنت شاطر جدا 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 في المدرسه على يعني فاهم الناس اللي كانت بتقعد قدام عارف انا كنت بسيب عشان اقعد قدام في الفصل فاهم الناس دي وانا هو المهم انا كنت يعني كنت بذاكر وبنجح وبجيب درجات عاليه وكل حاجه بس انا بقى كنت بتضرب في الفصل ليه بقى عارفين انت لما الفصل كله يعني يعمل دوشه ويعمل فاهم اللي هو بين الحصص دوت فاهم ويخبطوا ويرقصوا وكل الكلام دوت بعد كده الاستاذ يخش يقول لك كله يقف كله هيتضرب انا كنت بتضرب معاهم غصب عني يعني طب حضرتك انا طالب كويس وبحط الجرافات لحد الاخر وخانق بيها نفسي اقسم بالله وفاهم وجايب الزمزميه معايا ليه يا مستر كله بيتضرب وكنت اول واحد اصلا بتضرب فاهم انا كنت واقف قدامه عشان بتضرب الاول ماشي المهم اللي بعده شادي مزيكا بيقول هل ارتبتت قبل كده ايه يا عم ده بص انت محتاج تترج كده ظبط سؤالك وبعد كده عيده تاني ظبط سؤالك وعيده تاني عشان لو هنعمل جزء تاني ظبط سؤالك وعيده عشان انا مش فاهم محمد صلاح بيقول هل فطرت في رمضان من ورا اهلك قبل كده الاجابه هي لا نعم ايه استنى سوري مش دي سوري معلش لا معلش الاجابه هي ليه انا كنت بفطر بعلمهم ومش بعلمهم في نفس الوقت فاهم بمعنى ان انا ايه كنت بعرف واحد بس في العيله ان انا فاطر او بس اذنه ان انا افطر اللي هو فاهم كنت طفل طبيعي صغير فاهم يعني بيصوم لحد العصر ولا حاجه فكنت يعني مثلا ماما مثلا بقول لها مثلا ايه انا هروح اشرب بق ميه بس اوعي تقول لحد اوعي تقول لحد انا صايم تمام تمام اقوم رايح فاهم الثلاجه وشارب بالميه وما اشربش كبير كتير يعني فاهم علشان انا ايه حرام وكده كنت بشرب بقين ثلاثه كده اهو بعد كده اخرج يا جدعان الجو حر انا هفين امتى بقى المغرب يقدم بقى يا لهوي والله عظيم كنت ممثل بارع يعني هو واحد بس اللي بيعرف مثلا بابا اللي بيعرف والباقي ما يعرفش فاهم كده بقى حاجه زي كده دكتور زيرو بقى بص بس الاسئله العميقه بقى تمام هل انت بتشتغل شغلانه تانية غير اليوتيوب ما اليوتيوب ماشي وبقول لكم ايه ما جاي اقولها لكم وخلاص يعني لازم ارفع البتاع دي نعم 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 تعبت لي والله انا تعبت لي محمد هيثم بيقول هل مره شربت سجاير بغار ما تقصد ايه ده يعني ايه بغير ما تقصد اعقله يعني اعقل الكلمه مش قبل ما ارد عليك بس يعني ايه يعني مثلا نايم كده هو فاتح بقي فحد حدف لي في بقي مثلا فشبتها غصب عني انا مش فاهم والله العظيم هديت انبطيت مها 2008 بتقول اتخانقت في المدرسه قبل كده ولو اتخانقت يا ريت تحكي لنا هل اتخانقت في المدرسه فانا اجابتي وبكل صراحه ليه انا كنت شخص مهذب جدا ما بيشتمش ولحد دلوقتي الحمد لله ما بيشتمش وحرفيا كنت باجي المدرسه في معادي وبمشي في معادي ولا بقعد بعد المدرسه بفتره ولا كنت بسهر بالليل ولا كنت بتخانق بس الفكره في حاجه ان كل اللي كانوا في المدرسه كانوا كلهم صحابي وصحابي يعني صحابي اعرفهم قوي ومش بقى صحابي بقى اللي هو ايه تعالى ما عشان انت بتغششنا مثلا او شايف لا حرفيا صحابي يعني كنا ساعات بنخرج مع بعض اخرج مع المدرسه كلها كلهم عارفيني وكلهم بس فما كانش في خناقه يعني ساعات بقى كان بيبقى في خناقات ما بين المدارس فاهم مدرسه يمين ومدرسه شمال بيضربوا على بعض عشان خاطر بس البنات بس انا كنت بقعد اتفرج باكل فشل من بعيد يعني بس اللي بعده مصطفى المحترف بيقول هل لو اتجوزت هتسيب القناه ولو حد حب يشتريها بمبلغ كويس تبيعها له ايه ده انتوا جايين تورثوني انتوا بتقولوا ايه اقول يعني السؤال كان ماشي كويس بعد كده فاهم ايه لو حد مش فاهم يعني ايه حد يشتري يعني يشتري قناتي مين هيشتري قناتي مين اصلا بيبيع قناته اهو يا مصطفى مش هبيع قناتي الا لو انت حاطط عينك عليها مش هبيعها لك بقول لك انا بحلق اي حد الا انت صدق هل قد خبيت ورقه امتحان عن اهلك يعني كنت جايب درجه مو زينه في الامتحان طبعا ده كلها يعني فهمتوا الفكره كلها يعني ايه تمام فالفكره كلها لا نو انا كنت كويس جدا احنا اصلا يا جدعان كنا في المدرسه بيخلونا مثلا لو في امتحان شهر امتحان الاسبوع امتحانات نص السنه واخر السنه وكل الكلام دوت كنا غصب عننا بنجيب الشهاده ونخلي ولي امرنا يعني بابا وماما هم يمضوا على الشهاده فانا كان ما ينفعش يعني كان صحابي كانوا ساعات بيروحوا يزوروا الكلام دوت انا كنت بخاف جدا كان يفهم بخاف جدا جدا ان ممكن اعمل حاجه زي كده محمد منصور بيقول علشان زهقت من شعرك هل هتحلق تحدي ال 400 الف ولا لا ايه ده يا عم ده شعري ايه ده هو اللي زهق من شعري والله
بقول لك ايه، ولا صدق، لا ده الوحيد اللي مش هجاوب عليه ولا اطلع بره، لا بقول لك عامل لك بان. ايه ده؟ بقول لكم ايه لعلمكم بس عشان ايه ما تبقوا فاهمين، عشان انتوا كنتوا فاهمين حاجه غلط. يعني انا قلت هحلق شعري بس مش قلت هحلق شعري زيرو، يعني هتشوفوا بلاطه شعري، هتشوفوا زي وش كده جلدي. لا ده مستحيل، ده انا فاهم، ده انا اقفل القناه ما اعملهاش. بس الفكره ان انا هحلق شعري لمستوى قليل جدا جدا جدا، يعني هو فعلا هيبقى شكله من بعيد قوي هيبقى كني حالق زيرو يعني او ايه يعني. بص هي درجه حلاقه الشعر اللي هتيجي لما اوصل 400000 مثلا على درجه 5 مثلا ولا 6، اللي هو هيبقى فيه شعر منبت كده، يبقى يعني ايه اقل من دقني دلوقتي، فاهم؟ مش دقني، هتبقى اقل منها كمان. هو يعتبر ان هو ايه هبقى اقرع، لان عمري ما عملتها في حياتي اصلا. نيكست، اخيرا سؤال محترم، سؤال يستحق كل دعب وشيل البتاعه دي علشانه. اونلي وان هيما بيقول: هل كونك يوتيوبر دي شغلانه سهله مش متعبه زي انك تنزل شغل في مكتب في شركه وتاخد شيفت او اتنين؟ نعم ام لا؟ ماشي، هل هي سهله ولا لا، وزي بتنزل في شغل ولا لا؟ فهي لا، هي اصلا شغلانه غير سهله بالمره خالص خالص خالص. وعلشان اوضح لك الفكره بسريعا كده اهو، لو كانت شغلانه سهله فكل مثلا ال 100 مليون اللي لما دخلوهم النت كويس وبدا يعملوا فيديوهات وبقى يعملوا تختيم ببجي وتختيم مش عارف جي تي اي وتختيم ماينكرافت، كان زمانهم كلهم دلوقتي معديين مليون، تمام؟ ما بقالش مثلا بقالهم 5 سنين علشان يوصلوا رقم كويس على الاقل. فلا الموضوع صعب جدا بالنسبه لي، انا صعب جدا، انا العظيم ما بعرفش انام غير ما اجيب فكره كويسه ابدا اصورها لتاني يوم، ولازم اليوم اللي بصور فيه ابقى مرتاح نفسيا، مفيش اي حاجه مضايقاني، علشان ما ابداش اعمل فكره اكشن ليكو وفاهم اتلصق الحاجات، فده توتر اعصاب وتعب اعصاب كبير قوي. فلا الموضوع يبان ان هو سهل عليكو بس في حاجات كتير جدا وراها صعبه جدا والله العظيم، نفسيا اكتر منها عمليا. يعني نازل لكم عمليا ممكن تكون سهله بس نفسيا الموضوع صعب جدا. المايسترو بيقول: يا اسطى انت من فتره كنت بتقول ان في استوديو جديد انت بتجهز له، فهل هو قرب يخلص وهصور فيه السنه دي ولا لا؟ ليه بتفتكروا كل حاجه كده؟ ليه ذاكرتكم حلوه كده؟ مش فاهم والله العظيم. بص هو بيقول فهل هو قرب يخلص ولا لا؟ بص يا باشا هو انا ما ابتديتش فيه. بص والله معلش انا عارف يا جماعه اللي قلت لكم والله العظيم، بس والله انا بدات عمليات ان انا ابدا اجهز في الاستوديو. اول عمليه انا عملتها النهارده الحمد لله ان انا نقلت الراوتر من بره في الصاله للاوضه عندي عشان مش بس سلك طويل. والله العظيم بحاول والله العظيم، بس المشكله كل منوي بيحصل حاجه كبيره، يا اما اتسحل في الشغل يا اما يحصل حاجه شخصيا، يعني حاجه في الشخصيه فاهم، يعني حاجه في الشخصيه يعني حاجه فاهم تشغلني عن ان انا افكر ازاي في الاستوديو، لان الموضوع اصلا صعب، لازم اصلا في دماغي كده اظبط حاجات واحط هنا حاجه واعلق هنا حاجه واحط هنا مثلا ستاند عليه حاجه، الموضوع صعب اصلا، وانت تنزل تجمع كل الكلام دوت صعب جدا. فانا لو هعمل كده هتلاقي مثلا اختفيت اسبوعين ثلاثه من اليوتيوب علشان اقدر ارجع لكم باستوديو جديد. فلا بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، يعني لو انت بتقول على السنه دي فاه يعني ادعوا لي ان كل حاجه تمشي تمام تمام تمام، وهيبقى نعم ان شاء الله، وفي خلال السنه دي وقبل السنه ما تخلص هكون ان شاء الله بالاستوديو الجديد بقى، وكاميرا نظيفه ومايك انضف وميكسر وحركات وايه اللي بعده. حازم هاني بيقول: هل ممكن تفكر تطلع باباك او مامتك معاك مره في فيديو ولا لا؟ نعم فكرت اكتر من مره، وفكرت كتير جدا جدا جدا، واحتمال كبير يبقى قريب وهيبقى بابايا يعني، وهيبقى تحديات يعني فاهم، تحدي مثلا انا اعمل حاجه والعقاب هو اللي هيعمله لي فاهم، حاجه زي كده مثلا يعني، احتمال كبير اصلا، احتمال تحدي الشعر اللي وحلات الشعر دوت لو ما لقيتش جامايكا فاضي اخلي بابايا هو اللي يحلقه لي فاهم، يبقى قدام الكاميرا كده انا بقى يعني بضحك مثلا وبعمل تحدي ضحك يوم شاطفني شطفه زي جامايكا كده، فهنشوف لسه. وكمان هيبقى في يعني بفكر اعمل معاه حاجات ثانيه بقى مع والدي يعني، بس يعني ايه سيبوها شويه عشان نطلع حاجه نظيفه مش حاجات بقى ايه هبله. مروان 9 اكس دي: هل بتكسب من اليوتيوب 1,000,000 جنيه في اليوم؟ تصدق والله العظيم تخسر فيك الاسم وخساره فيك ان انا اشيل البلاط دوت واطلع من نفسي. اللي بعده كريم علي، وسؤال عميق الحمد لله تاني، يا رب كتر منه. هل ممكن تسيب اليوتيوب لمجرد انك زهقت منه؟ بص انا حرفيا دلوقتي انا قعدت شويه فاهم افكر ان السؤال دوت بنعم او لا، بس هقول لك على حاجه، للاسف نعم، وهشرح وجهه نظري لان انا فيلسوف الصراحه. بص يا معلم، انا لو زهقت من اليوتيوب ومن قناتي معنى كده انا هعمل محتوى وحش، محتوى متكروت، محتوى اي هبل عشان اخد منه فلوس وخلاص، فانتوا ذات نفسكم هتزهقوا من القناه، فالمشاهدات هتقل عليها، فمعنى كده ان القناه مش هتجيب همها فاقفلها اسهل لي فاهمين. بس ده لو حالتي انا زهقت، بس انا الحمد لله مش هزهق طول ما انتوا بتشجعوني اقسم بالله، وبتعملوا لايك واشتراك واشتراكات وبتعملوا شير وبتشغلوا الجرس ومش عارف ايه، انا معاكم لاخر الدنيا والله العظيم. ندى علاء بتقول: هل هتحول محتوى القناه لفيديوهات رد فعل علامه استفهام 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 استفهام؟ نو 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 لا، يعني مش معنى ان انا بنزل فيديوهات تحدي ضحك كتير معنى كده انا رد فعل، ده مستحيل يحصل، الشانل مبني على الجيمنج فهتظل انها جيمنج، انتوا بس حابين الفتره دي احنا نغير شويه في الجيمنج بما ان اصلا مفيش لاعب جديده نزلت، احنا بسرعه كده بنعمل يعني بنزود في حوار تحدي الضحك دوت. محمود عادل عبد الكريم بيقول: يا اسطى انت اخذت علقة قبل كده عشان بنت. باينة؟ باينة؟
باينه ليه يا ابني؟ بقول لك يا ابني كنت بربط الجرافات لحد الاخر، هاخد حلقه عشان بنت. ايه يا عم اللي بعده؟ لنا بودي، مش عارف ده ذكر ام انثى، بيقول او بتقول انت متجوزه اخوك من مصر. ايه ده؟ ايه ده؟ انت متجوزه ايه؟ انت بتقول ايه؟ هو في يا جدعان انتوا عايزين مني؟ انا مش متجوز، لا مش متجوز، وربنا ما متجوز ومش متجوزه في نفس الوقت. اللي بعده هيرو ريدمي بيقول هل عندكوا شامبو؟ طب اقسم بالله، اقسم بالله عارف ان السؤال ده هيتسال لي وهتكتبوه وهتقلشوا عليه، عشان كده عندنا شامبو وبنستخدم هيدن شولدرز كمان. والله العظيم، والله العظيم عامل حسابي. اللي بعده بصوا السؤال اللي بعده الصراحه يعني ايه، هو سؤال المفروض كان بيتسال لي وفي واحد تاني اصلا رد عليه في الكومنتات، فالمحادثه كانت عجباني جدا، فانا قلت ايه اوريها لكم عشان ايه يعني ايه تاخدوا خبره من الراجل اللي بيقول ده. هاني وحيد بيقول هل الفيديو اللي انت بتعمله بيعمل لك اكتر من 1000 جنيه؟ محمد ام تي بقى بيقول له الفيديو الواحد 16000 جنيه. هاني بيقول له عرفت ازاي؟ فمحمد بيقول له كل الناس اللي على اليوتيوب كده. هاني بيقول له هو انت يوتيوبري؟ محمد بيقول له اه بقبض 50000 شهريا. فهاني بيقول له فعلا. فمحمد قال له اه يا جدع بقول لك شغال شغلانه تانية. اللي بعده، اللي بعده اه سؤال تريكي. في فيجند 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 حاجه بيقول كده علينا اسمه يعني، بيقول هل اسم ابوك الحقيقي ريحان؟ والاجابه هو اللي انتوا بقى ايه فاهم فاهم هتوجع دماغكم دلوقتي، هي تن تن تررن. على فكره انتوا عارفين اصلا انا برفع السهله. لا يا جدعان، ريحان دوت اسم العيله الاخير خالص يعني، قبليه تمن اربع او خمس اسماء، فلا ده مش اسم والدي. لا اقول لكم اسمي الحقيقي برضه، مش هقول لكم اسمي الحقيقي. يلا بينا واخر سؤال معانا، وهو فيمبكس بيقول هل تحبنا؟ يا عم هي دي محتاجه سؤال، والله العظيم انتوا بتكسفوني يا جدعان، والله العظيم دي محتاجه سؤال. اكيد اكيد اكيد. لا 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 ستوب 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 ستوب، بهزر بهزر والله، خليك بس ما تقفلش الفيديو، بهزر والله العظيم، هشيلها علشانكم والله العظيم، انا بس كنت مستخسر. نعم بحبكم كلكم. اه يا جدعان ما اكيد يعني هقول لكم بحبكم، حتى لو بكرهكم لازم اقول لكم بحبكم. ليه بقى؟ انتوا اصلا اللي بتعملوا لايك واشتراك ومش عارف ايه. بس لا لا مش انا كده، مش انا اللي بطلع اللي جوايا برايا، لا ايه ده؟ مش انا اللي عكس جوايا برايا، فاهمين؟ يعني بضحك عليكم من الاخر. لا والله العظيم يا جماعه زي ما بقول لكم، والله العظيم انتوا ليكم فضل كبير جدا 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 عليا، كل واحد بيعمل اشتراك للقناه هنا او بيعمل لايك او بينشرها او بيشغل الجرس او بيقول لصاحبه عليها، حرفيا مش بتصدق والله العظيم، انت لو بتعمل حاجه من دي بس انت بتساعد كتير جدا 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 جدا. طبعا فضل ربنا، بعد كده فضل عائلتي، بعد كده فضلكم. طبعا بحبكم جدا والله العظيم لكل واحد، انا لحد دلوقتي مش بتقبل على حد ولا اي حاجه، وبقرا الكومنتات كلها بس والله العظيم بنسى اعمل قلب، يعني بعمل مثلا الاول 30 40 واحد وبنسى اكمل التاني، صباعي بيوجعني والله العظيم، بس بقراهم معظمهم يعني. يعني شكرا لكم من القلب، وان شاء الله ان شاء الله اعرف ان انا ارد لكم حاجه من اللي انتوا بتعملوها. لو انت بتعمل فاهم حاجه صغيره فانا احاول اعمل لك حاجه كبيره ارضيك بيها فاهم، واشكرك بيها على الاقل، بس ان شاء الله في المستقبل يعني. بس كده اتمنى يكون الفيديو عجبكم، مش اكتر من كده، يا ريت تعمل لايك للفيديو وتشترك، مش عارف تشترك شغل الجرس، وتحت في الكومنتات لو عايزين نعمل السلسله دي بقى نكمل فيها شويه. فهنوصل فيديو 20000 لايك، لو وصلنا 20000 لايك ممكن اعمل لك السلسله دي مثلا فيديو منها تاني، بس مثلا بعد شهرين مثلا، ولا بعد شهر او 3 شهور حاجه زي كده، عشان ناخد بس فتره عشان وانتوا جبتوا اسئله احسن من دي شويه. شكرا لكم جدا جدا جدا، يا خرب بيت الدبانه مزولاني، شكرا لكم جدا جدا جدا، واتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. انت باش تتابعنا في السوشيال ميديا، هو استكمل تويتر، هوب هوب هوب، واسكش في الفيديو الجاي، و جود باي.